بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، سلام من الله عليكم متابعي قناة مستر نور للمعلوميات. حلقة جديدة سوف أتحدث فيها عن تطبيق يمكن أنه يكون مفيد على هاتفك الأندرويد. أولا قبل بدء في الشرح، لو كانت لك أول مشاهدة لقناة مستر نور للمعلوميات لا تنسى ضغط على زر الاشتراك تفعيل مع خاصية الجرس الرمادي ليصلك كل ما هو جديد. شيء ثاني، جميع روابط التطبيقات تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقع مستر نورو للمعلوميات. كما أخبرتكم، هو تطبيق رائع خرافي تقوم بتحميله في الوهلة الأولى، تظن بأنه جهاز خاص بالفون. كما تلاحظ هنا يكون خاص بجهة الاتصال، ولكن في الحقيقة هو ليس له أي علاقة بجهة الاتصال. ما أن تضغط عليه سوف يعطيك خيار أن تقوم بوضع كود بين. ما أن تضع مثلا كود بين، نحن سوف نجرب 6 أصفار يخبرنا هل تريد الكونفيرم، تضغط عليها وتستعمل بصمة لو كان على هاتفك البصمة، تضغط عليها وبعدها مباشرة عندما يفتح بالبصمة الخاصة بهاتفك يأتيك هاتف آخر في وسط الهاتف الذي سوف تستعمله، حيث من هذا الهاتف تستطيع أن تقوم بإخفاء جميع المعلومات التي تكون خاصة بك، سواء من الصور والفيديوهات والملفات. وأيضا شيء جميل في هذا التطبيق أنك تستطيع أن تستعمل تطبيقات مثل الواتساب والفيسبوك الفايبر التي تكون خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة السهلة والبسيطة مباشرة. نأتي نضغط نحن على كلمة الإعدادات لنلاحظ ماذا يوجد على الإعدادات على هذا التطبيق، ومن ثم ننتقل إلى التطبيقات. VIP لحذف الإعلانات وما شابه ذلك، Reset PIN لإعادة الكود PIN، وهنا بعض المعلومات التي تكون مهمة عليه. كما تلاحظ، الشيء الغير جميل في هذا التطبيق لحد الآن لا يحتوي على اللغة العربية فقط، مباشرة تستعمله باللغة التي تكون على هاتفك أو لغة الإنجليزية. كما تلاحظ معنا أخي الغالي، الآن للإتيان بأي تطبيق واستعماله على هذا الهاتف أو هذا التطبيق مباشرة، تضغط على علامة الزائد من هنا أو سحب الهاتف في الأعلى، تأتي مثلا إلى الفيسبوك تضغط عليه ضغطة زر واحدة يخبرك هل تريد أن تقوم بوضع تطبيق الفيسبوك هنا، تضغط امبورت مباشرة. سوف تلاحظ سوف يأتي الفيسبوك هنا مباشرة، ما أن تضغط عليه يخبرك هل تريد أن تحمله وتضعه على اللونش ديول، تضغط عليه مباشرة تودو جيرو، يعني تعطيه صلاحية الدخول مباشرة هكذا، وبعدها تعطيه الصلاحيات الأخرى التي تكون مهمة ويصبح لديك حساب فيسبوك، وهكذا خلاص يصبح كما تلاحظ معنا هنا. تدخل الإيميل والمطباس وتستعمل حساب فيسبوك بدون ظهوره على هاتفك في المكان الآخر، يعني حتى ولو يأتي إلى هنا لا تجد ذلك حساب فيسبوك، بل تجد حسابك الفيسبوك الأصلي. ولكن عند استعمال الفيسبوك الآخر تأتي إلى هنا تضغط ضغطة زر واحدة تضع البصمة، يصبح لديك حساب فيسبوك آخر هنا كما تلاحظ. أما بالنسبة للصور والملفات، تضغط على الخانة الخاصة بالصور كما تلاحظ، تأتي في الأعلى يخبرك توجد الكاميرا أو يعني سلة المهملات أو المحذوفات، تضغط عليها من هنا يأتيك امبورت فوتو فيديو من جهازك. كما تلاحظ تيك فوتو تيك فيديو أدد ألبوم، كتابة ألبوم جديد. إذا أردت الحصول على أي فوتو تضغط على الخيار الأول وتقوم بوضعها أو سحبها من هاتفك إلى هذا التطبيق، وبعدها مباشرة سوف تصبح على هذا التطبيق. تنبيه مهم جدا أحبابي في الله، لو استعملت أي تطبيق أو أي صورة أو أي ملف هنا وأردت حذف هذا التطبيق سوف تحذف معه، يعني إذا أردت قمت باسترجاع الصور من هاتفك إلى هذا التطبيق، كل ما عليك فعله عندما أن تقوم بحذف هذا التطبيق تقوم بإعادة تلك الصور إلى هاتفك، وبعدها مباشرة تقوم بحذفها بدون أي مشاكل، أو بحذف التطبيق بدون أي مشاكل أخي الغالي. ولهذا أتمنى أن تقوموا يعني بتجربة هذا التطبيق وتلاحظوه. لو كان جميل لا تنسوا لنا وضع كلمة يعني شكر أسفل هذا الفيديو، وضغط على زر إعجاب. وأيضا كما أخبركم في أول حلقة، لو كانت لك أول مشاهدة على قناة مستر نور المعلومات لا تنسى الاشتراك بها والتفعيل مع خاصية الجرس الرمادي ليصلك كل ما هو جديد. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، استودعكم في الذي لا تضل وداعه، وسوف نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مع السلامة.